مع المنتخب صلاح في الملعب اهو مين اللي قال كده يا كابتن؟ ده الراجل جاي، ما يعني ازاي؟ انا الراجل دخل مع لعيبه الاهلي تاني يوم الماتش على طول بتاع فاينل تشامبيونز ليج، بس ما اعرفش ليه طلع كلام كتير جدا ان صلاح مش هيلعب الماتش وصلاح عارف مش ليه يا موجود كابتن؟ مع المنتخب. عشان عدم استقباله بلجنه وشكل ومنظر زي ما اتعامل مع مين اللي خد اسمه ايه بتاع كوريا؟ سون. سون شفت الناس استقبلته ازاي هناك مصر؟ يعني في كوريا ورئيس الجمهوريه واداله انا عايز اقول لك، بص احنا هنا بنتصيد يا كابتن، مش عشان كده احنا في ناس كتير بتتصيد.